يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت أوصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت أوصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت والدار كده من الها أصلنا الفجر